المباراة ديال نورمال كيقولوا دابا الديربي، الديربي ديال المدينة دائما كتكون فيها ديك، كيكون بعدا الضغط النفساني على اللاعبات قبل خلال الأسبوع كامل. والمباراة الحمد لله على خلال ديال استعدادات المدينة مبكرة، النتيجة كانت ماشي على حساب اللي كنا حنا راسمين له قبل البداية ديال المباراة، وربي كيوفق. واش أنت راضي على الأداء والنتيجة؟ النتيجة ما كتهمنيش قد ما كيهمني الأداء، لأن أنا كنعمل واحد التدريب على واحد السيستيم دو جو اللي كنلعبوا به، كنحاولوا دائما هو نجم نعملوه ونعاودوه ونعملوه ونعاودوه، أما النتيجة ما كتهمش، ثلاثة نقط هي المهمة، والنتيجة شحال ما كانت عاوتاني دائما كنكونوا فرحانين بها. كاين شي فرق بين الشوط الأول والشوط الثاني؟ وحنا كندربوا البنات، والبنات يعني ماشي عقلية محترفة، ملي كيشوفوا الهدف الثاني الثالث الرابع كيبداو يخرجوا لك شويه من المباراه، يعني دائما خصك تبقى تجبدو من عندك باش يعملوا نفس اللعب، وصعيب لان ماشي عقليه محترفه ولكن واخا هذاك الحمد لله راضي على واحد 60% ديال الاداء اللي. شكرا، كنهنيوكم على ثلاثه النقاط، وكنتمنوا لكم ان شاء الله التوفيق للمقابلات المجيه ان شاء الله. شكرا جزيلا حتى انتم على العمل اللي كتقوموا به، نشكركم جزيل الشكر.